أسود الأطلس. شكراً كتير لكم. شكراً لكم على اللعب الاحترافي اللي شفناه من منتخب مغربي الأصل بالكامل، من المدرب وحتى اللاعبين. شكراً لكم لأنه وحدتوا صوتنا ووحدتوا دعوتنا، يا رب تفوز المغرب، يا رب تفوز المغرب. شكراً لكم لأنه ذكرتونا قديش في مواهب عنا بالوطن العربي وقدرات ما لازم نستعين فيها، والحمد لله بعد الجهد الكبير اللي قدمتوه كسبنا شيء أكبر بكتير من كأس العالم، وحدتوا فرحتنا.